الشوط التاسع عشر الخاص بالقعدان الحقايق. هذا الشوط الذي يحمل هذه الشعارات الكبيرة والمنطلقة والمتنافسة من أجل تحقيق المركز الأول خلال هذا الانطلاق، خلال هذا الإبداع المميز، حيث نأتي لدى مقدمة هذا الشوط لنستكشف ونستطلع بأيضا العشر المراكز المتقدمة. صدارة هذا الشوط ياتي سياف فاران بن عتيق بن محمد المري يقود هذا السرب من القعدان. ننتقل الى المركز الثاني كفو مبارك بن بخيت بن لوتية العامري، بينما المركز الثالث من الجانب الاخر من بدا بالتدخلات السريعه والانطلاقات الكبيره لوجود هذه الاسماء المتقدمه الحاضره والمتواجده في عاصمه الميادين في الوثبه. في الوثبه الوثبه غير، شوف القادم من الجانب الاخر. الله يا سلام، هذا هو مشاهدينا الاعزاء ياتي في هذه الانطلاقه مع وجود وانطلاقه ايضا هذا مشكور محمد بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي، ياتي في المركز الاول يقير النتيجه وايضا ياتي على صداره هذا الشوط. بينما المركز الرابع شعار بن دري المنصوري مع وجود وانطلاقه مشاهدينا الاعزاء، وهذا ناصي عبد الله بن سالم بن عبد الله بن شامس الوهيبي يتقدم ايضا في المركز الرابع. المركز الخامس من الجانب الايمن هذا مزعل مبارك بن حميدي بن سالم العمري يصل في المركز الخامس. المركز السادس شاهين سعيد بن محمد بن خليفه بن هود المهيري خذ المركز السادس. المركز السابع يتواجد كذلك اسنافي مبارك بن حسين بن مانع العقمي يصل سابعا. بينما المركز الثامن هذا زعاق راشد بن علي بن راشد بن سرود المنصوري. المركز التاسع تدخل كذلك ايضا السابح حميد بن عمر بن بخيت المنصوري. المركز العاشر وصل ايضا في هذه اللحظات كفو محمد بن صير بن سويدر محاربي ياتي ايضا في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع. هذه العشر المراكز المتقدمة من القعدان الباحثة عن المركز الاول في نهاية هذه الامتار. قطعنا منتصف المسافة، قطعنا كيلوين المتبقي مثلهن، المتبقي كيلوين لمن يا ترى ناموس هذا الشوط من بين هذه القعدان التي تتواجد في ارضية هذا الميدان بشعارات ملاكها الذين يبحثون عن نقطة ذهبية في ختامي الوثبة. العودة الى المقدمة، ناصي 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 يتقدم الى صدارة هذا الشوط. ناصي ومتعني من السلطنة وبالتحديد من الزاهرة. عبد الله بن سالم بن عبد الله بن شامس الوهيبي يتقدم في هذه اللحظات الى صدارة هذا الشوط بالتحديد من بدية، بالتحديد من بدية يقود هذا السر من القعدان. بينما المركز الثاني ياتي سياف فاران بن عتيق بن محمد المري من يتواجد على المركز الثاني في هذا الانطلاق. شوف الاسم القادم، شوف الاسم القادم من الجانب الاخر من بدا يتجاوز الى مراكز متقدمه في هذا الانطلاق. هذا هو ايضا ثمين سالم بن حمد بن قرين العامري، وكذلك ايضا الانطلاق الرائع والابداع الكبير مع وجود ايضا مشاهدينا الاعزاء هذه الاسماء المتقدمه الحاضره في ارضيه هذا الميدان. يا هي اسماء قوية، يا هي اسماء مثيرة في هذا الانطلاق. تدخل الماهر حمد بن مصبح بن عبيد الكيبالي، وكذلك ايضا زعاق راشد بن علي بن راشد بن سرود المنصوري يصل في هذه اللحظات. تدخل ايضا راهي سالم بن صالح بن ترشوم العامري يصل بدخوله الى المراكز المتقدمة. الله ثمين 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 سالم بن حمد بن قرين العامري ياتي مع وجود ثمين مع بدايه الدخول في منطقه اعلام دولنا الحبيبه، دولنا الحبيبه في هذه المنطقه الحرقه. ولكن تحرك ايضا الماهر، الماهر مع ايضا وجود حمد بن مصبح بن عبيد الكيبالي ياتي. والقادم الله 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 الله، شوف القادم مكلفه سيف بن محمد بن سيف بن شوط الخيلي ياتي في هذا
شوط من شوط لينتزع ايضا الصدارة مع هذه الامتار الاخيرة، مع وجود وانطلاقة وابداعات مكلف الذي كلف بمهمة هذا الشوط لتكون سهلة على مكلف، لتكون سهلة على مكلف مع 300 متر الاخيرة مع بن شوط سيف بن محمد بن شوط الخيالي ياتي على الصدارة ليبدع بالانطلاق في الامتار الاخيرة مع وجود مكلف رقم المنافسة القادمة من الاسماء الاخرى المتحركة ارسال ناصر بن سالم بن حميد بن عبد المنصوري، ولكن مكلف على المركز الاول. تهانينا لسيف بن محمد بن سيف بن شوط الخيالي. المركز الثاني كان ايضا مشاهدينا الاعزاء ارسال ناصر بن سالم بن حميد بن عبد المنصوري. المركز الثالث وصل مدخور عامر بن عبد الله بن حمد الحسن الفيدة. المركز الرابع تدخل ايضا كان هناك مشاهدينا الاعزاء السلامي للدكتور سلطان بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري. والمركز الخامس حل فيه ايضا مشاهدينا الاعزاء مين سالم بن حمد بن قرين العامري. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة بابداعات هذا الشوط بوجود هذه النوعيات من القعدان، الا ان مكلف حضر في الامتار الاخيرة لينتزع بن شوط هذا الشوط بتوقيت زمني مقداره 5 دقائق و55 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. هو مكلف سيف بن محمد بن سيف بن شوط الخيالي. المركز الثاني وصل مشاهدينا الأعزاء في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي والمثير، مع أيضا مشاهدينا الأعزاء في المركز الثاني خلال هذا الانطلاق. ايضا هناك 5 دقائق 52 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. حضر ايضا مشاهدين الاعزاء هو ايضا ارسال ناصر بن سالم بن حميد بن عبد المنصوري. المركز الثالث 5 دقائق وايضا 52 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. حل في المركز الثالث وهو مذخور عامر بن عبد الله بن حمد الحسن الفيدة، احتل المركز الثالث. هذه النتيجة بتوقيتها الزمنية للثلاث المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام.